سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين، تحضيرات لجولة مواجهات جديدة، قبائل أبيان تعلن النفير دعما للحكومة، والانتقال والإمارات يحشدون تعزيزات. دمار، مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادات بارزة في معارك على الحدود اليمنية السعودية. وزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة يزوران مواقع في نهم تم تحريرها مؤخرا. بعد ساعات من الجريمة، القبض على المتهم بقتل ضابط في المنطقة العسكرية الثانية. إصابة مدني برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة. وسط صمت حكومي مخزي، جرحى الجيش يبدأون بالعودة من الخارج دون استكمال العلاج. التغيير نت، نهم، الجيش الوطني يحرر مواقع في حريب. حجة، مقاتلة التحالف تدمر مخزلا للأسلحة تابعة للحوثيين في حرب. وزير الدفاع يتفقد الوحدات العسكرية في جبهة نهم ويلتقي قيادة المنطقة السابعة. تعز، الجيش الوطني يحبط هجوما على مواقع في مقبنة وإصابة امرأتين بقصف حوثي. جريفيث يدعو لاغتنام حوار جدة، والشرعية ترهن المشاورات بالانسحاب. نائب وزير النقل ناصر شريف يحذر من انفجار ناقلة النفط سافر FSO. استحوانات، اشتباكات في عدن وميليشيا الانتقالي تجدد هجومها على القوات السعودية بالمعاشيق. البيان السعودي، دلالات الموقف وأبعاد الرسالة. التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية. مستشفى دمار يستقبل عشرات الجثث الحوثية بينها قيادات بارزة. فيما قتل 20 حوثيا، الجيش يحرر مواقع في حريب نهم، والتحالف يدمر تعزيزات حوثية. وكالة سبا، محافظ مأرب يستقبل مدير منظمة سيفك الدولية في اليمن. دفاعات التحالف تسقط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي. وزير الدفاع يتفقد الوحدات العسكرية في جبهة نهم ويلتقي قيادة المنطقة السابعة. الجيش الوطني يحبط هجوما حوثيا في مقبنة وإصابة امرأتين بقصف حوثي. المالكي، ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط في محافظة صعدة. الجمهورية اليمنية ترحب ببيان المملكة العربية السعودية وتبدي استعدادها الكامل لما دعت إليه. أكدت السعودية استمرار دعمها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن. رئيس الوزراء الجيبوتي يجدد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية. العاصمة أونلاين، وزير الدفاع من أعالي جبال صنعاء يدعو الجيش لرفع الجاهزية للقتال. الحكومة اليمنية ترحب بالبيان السعودي وتؤكد استعدادها لما دعا إليه. تتسول حوارا من أي نوع، الإمارات تفشل ثانية في تسويق أدواتها الانقلابية في جدة بالسعودية. مصرع 15 حوثيا بمواجهات مع الجيش بجبهة نهم شرق صنعاء. وفاة قيادي إصلاحي تحت التعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء. أكد الدعم الشرعية والوحدة السعودية لن نتوانى مع أي تهديد لاستقرار اليمن. سبتمبر نت، التحالف العربي يؤكد التزامه بدعم الحكومة الشرعية ووحدة وسيادة اليمن. مسام ينتزع 1077 لغما خلال الأسبوع الخامس من أغسطس زرعتها ميليشيا الحوثي. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية، الحوثي يحيي ذكرى حسين بتصفية الضباط. اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من عمران. الشرق الأوسط، الجيش اليمني يسد هجمات الانقلابيين في تعز والضالع والبيضاء. انتهاكات حوثية تطال منظمات صحية أممية ومؤسسات دوائية محلية. العربية نت، تصفية داخل أجنحة الحوثي، اغتيال شيخ بارز بصنعاء. التحالف، قوات سعودية وصلت شبوة اليمنية لخفض التصعيد. عدن، حملات تفتيش الانتقالي تتوسع.
إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشر في موقع مندبرس للكاتب علي أحمد العمراني سفير اليمن لدى عمان، تحدث فيه عن إيران والإمارات واليمن. الإخوة في الإمارات لا يجاملوننا حتى ببيان يؤكد على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. كثير منا يمكن أن يطيب نفوسهم بيان من الإمارات، ولكن بالطبع ليس كالبيان الذي جاء بعد الضربة الجوية المليء بالاستعلاء والتعسف والغطرسة والادعاءات الباطلة. والحقيقة فإن الضربة الجوية الإماراتية التي تعرضت لها قواتنا المسلحة في عدن لم تبقى على الكثير بيننا وبين أشقائنا في الإمارات، بل لعلها لم تبقى على شيء للأسف، ويبدو أن ذلك لن يؤسفهم ولا يعني لهم شيئاً. كانت أي الضربة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، والإمارات قبل هذا وبعده تدعم تفتيت اليمن وتفكيكها. إيران والإمارات لا يقلان خطراً عن بعضهما بالنسبة لليمن. إيران تدعم ميليشيا الحوثي التي تهدف إلى السيطرة على اليمن، أما الإمارات فهي تدعم ميليشيا الانتقالية التي تهدف إلى تفتيت اليمن. ولذلك يرى كثيرون أن الإمارات وميليشياتها أكثر خطراً من إيران، لأن خطر السيطرة على الحكم والبلد يظل مؤقتاً في كل الأحوال مهما طال، أما خطر التقسيم والتفتيت لو حصل لا سمح الله كما تخطط له الإمارات وميليشياتها فقد يدوم قروناً أو إلى الأبد، مع ما يكتنف ذلك من تناحر واحتراب أهلي أبدي. إيران على لسان خامنئي نفسه قالت إنها مع وحدة اليمن، الإمارات لم تقل ذلك وإنما تقول وتفعل العكس. إيران قد تتحدث بنعومة لكنها تتصرف بخشونة وتدعم إجرام الحوثي، أما الإمارات فخشونة في كل شيء وتقتل القوات الشرعية بالطيران، حتى أن أحدهم قيل إنه مقرب جدا قال إنهم سيحولون قوات الشرعية إلى مقلقل لو هي حاولت أن تنتصر للشرعية وتعيد الأمور إلى نصابها في عدن. وقال مقرب آخر لن يبقى بعد الآن اليمن واحدا، الشيخ محمد بن راشد انتقد مثل هؤلاء، ولكن قيادي إماراتي آخر كبير انبرى يدافع عنهم ويشجعهم. ندرك أننا نحن اليمنيين نعيش مرحلة مأساة وطنية وتشرد قاس مرير وإذلال غير مسبوق في تاريخنا اليمني، وأننا نعيش تحت رحمة أباعد وأقارب، ولا بأس أن نكون مجاملين ودبلوماسيين إلى أبعد حد مع أشقائنا مثل ما أفعل كثيرا ويفعل كثيرون غيري، ولكن عندما يتعرض بلدنا لخطر وجودي مثل ما هو الحال الآن فيجب أن نصرح على الأقل بشيء مما يعتمل داخل نفوسنا، مع أن الواجب أن نصرخ بكل صوتنا حتى يسمعنا كل من في الأرض ومن في السماء، وتلزم المصارحة والصدق مع النفس ومع الأشقاء قبل أن ندخل نحن وهم معا في متاهات أوسع وتعقيدات أكثر وضياع لا نهائي لشعبنا وبلدنا. وأستغرب عندما لا يزال هناك الآن مجاملون أكثر مما ينبغي وصامتون على كل شيء على الرغم من كل ما يحدث، فما بالك وأنت ترى من قد ينطق ضد بلده وأهله باطلا. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من فيسبوك حيث يطالعنا منشور للكاتب الدكتور علي العسلي، تحدث فيه عن أن شهر العسلي للمجلس الانتقالي سينتهي. أتوقع بل وأجزم أنه لم يعد ذلك ممكنا بعد انتهاء شهر الدلال مع الانتقالي ومن يدعمهم، فقد أزف على النفاد فلا حرب بعد أن قالت السعودية كلمتها، وإن حصل وكابر المغامرون في إشعالها فستكون على رؤوسهم ونهايتهم من الخارطة السياسية المتاحة لهم حاليا. فبيان السعودية حدد ما يجب وما ينبغي فعله من قبل المجلس الانتقالي والشرعية والإمارات، وموقف السعودية هذا مدعوم شعبيا وإقليميا ومن الدول العظمى ومن مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، فماذا بعد ينتقالي؟ أنصحكم وقبل فوات الأوان أن تنخرطوا مع الشرعية وأن تصطفوا مع الوطن، والوطن والشرعية لن يحرمكم مما تشتهون. الكاتب الصحفي رشاد المخلافي كتب منشورا له على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن موقف شبوة وأهلها، الموقف الشهم والبطولي الشجاع. شبوة تنتصر لليمن وللإنسان والكرامة الوطنية، تنتصر للنظام والقانون، وعلى أرضها الطاهرة كسرت مشاريع الفوضى والهمجية والعمالة. لقد أوقفت الانكسار وزحوف المرتزقة وصنعت النصر المبين
وأعادت الاعتبار للتاريخ والكرامة الوطنية اليمنية ولأكثر من 30 مليون إنسان يمني، وفتحت ذراعيها لكل المغرر بهم ليعودوا إلى رشدهم إدراكا منها أنهم ليسوا إلا أدوات تستخدمهم الإمارات كمعاول هدم ضد وطنهم وأمتهم لخدمة أجندات أعداء الوطن. إنها شبوة تتجلى عظمة وهي تسير وفق منطق العقل والتاريخ والحكمة اليمنية الأصيلة، شبوة العمق التاريخي وصانعة للحضارات اليمنية القديمة. إنها موطن الأقيال والتبابعة والملوك، فهي تتفرد اليوم كعادتها بمواقفها الوطنية المشرفة بكل شموخ وكبرياء لا يعرف الضعف والانكسار، وتلفظ غبار الارتهان والعمالة لتسطر تاريخ اليمن المعاصر في أنصع صفحاته المشرقة. شبوة موقف عملاق في زمن الزيف والتشوه والتقزم والانحراف الذي طغى على المشهد السياسي. شبوة اليوم بقبائلها اليمنية الأصيلة ورجالها الوطنيين الشرفاء الأحرار تشكل الحامل والحامي لمشروع الدولة اليمنية الاتحادية الكبير. الوزير محمد مقبل الحميري وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، قال إن ما يحدث من أحد أطراف الحلفاء أمر أغرب من الخيال. ما يحدث على الأرض اليمنية وخاصة في الأراضي المحررة وبالأخص في عدن أمر يصعب على أي عاقل تخيله. كيف من أتى لنصرة الشرعية بشرعية الشرعية وبشرعية قرارات دولية؟ هدفه المعلن الذي شرع له تدخله هو إعادة مؤسسات دولة لشرعية الدستورية. كيف لمثل هذا ينقلب على شرعية ويعمل من وقت مبكر لإنشاء ميليشيات مسلحة لا تخضع لتوجيهات الشرعية ولا تؤمن بها، إلى أن وصل به الحال دعم التمرد المسلح على الشرعية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالتدخل المباشر برا وبحرا وجوا، وقام بغارات جوية على الجيش الوطني وتفاخر بذلك معللا جريمته بمبررات، وهي هل كان فعلا تدخله لإعادة الشرعية وهل هو فعلا ضد الميليشيا الانقلابية الحوثية؟ وليس هناك تنسيق خفي، لأن الممارسة الواقعية تخدم المشروع الفارسي وتخذل الشرعية كما تخذل قائد التحالف المملكة العربية السعودية، وتضع الشعب اليمني أجمع أمام مشهد تراجيدي فظيع لا يصدق. بيان المملكة كان رائعا ووضع النقاط على الحروف، لم يبقى إلا أن يطبقه جميع الأطراف على الواقع بإشراف سعودي، والكل يدرك أن القضاء على شرعية بقيادة الرئيس هادي هو قضاء على شرعية التدخل العسكري للتحالف العربي الذي تقوده المملكة. بقاء الازدواجية بالجيش والأمن أمر مرفوض قانونا ولا يقبله منطق ولا تقره أعراف ولا تقبل به الدول المحترمة لنفسها، ويعتبر تدخلا سافرا وخروجا على مبدأ النصرة المعلن من قبل التحالف. نحن شعب وفي ولا ننسى معروفا أسدي لنا، سيبقى تدخل التحالف العربي دينا في أعناقنا ما استقام هذا التحالف على المبادئ المعلنة. الفنان اليمني عبد المحسن المراني كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن ضربات الغدر التي تعرض لها أبطال الجيش الوطني. لولا القصف الإماراتي على قوات الحكومة لكانت عدن في حضن حكومة الشرعية، ولولا ذات الغارات الإماراتية الغادرة في جبهات نهم وصرواح والجوف لكانت صنعاء تحت سيطرة الشرعية منذ أكثر من سنتين. فهل أدرك أبناء الشعب اليمني الآن سبب تأخر النصر وسبب بقائكم ترزحون حتى اللحظة تحت ظلم ميليشيا إيران؟ الناشط عبد الكريم عمران كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن القبيلة اليمنية والتي قال إنها أثبتت إنها تثبت انحيازها للدولة. القبائل التي حرمت خيرات الدولة هي اليوم من يدافع عن وجودها وثوابتها ويقف بصفها ضد مشاريع الإمامة والانفصال وأحلام الطامعين، وأثبتت أنها أكثر وعيا بخطر تلك المشاريع على حاضر ومستقبل الوطن من الأحزاب التي كانت تعتبر القبيلة والدولة ضدان لا يجتمعان. الكاتب السعودي منصور الخميس كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عمن يعملون ليل نهار على شيطنة الحكومة الشرعية. ق
قضية المملكة في اليمن ليست الإخوان، ومن يحاول شيطنة الحكومة الشرعية مغرض يحاول تشتيت جهود التحالف والمملكة، ويبحث عن شماعة لتحقيق هدفه بإطالة الأزمة في اليمن وسقوط الشرعية عندها لن يكون هناك شرعية لتدخل التحالف. من يحاول تصدير الإخوان للواجهة يطعن التحالف والمملكة ويخون اليمن. الوزير صالح الجبواني كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن أن من يجعل من نفسه مطية للآخرين لا يدرك عواقب الأمور. من لا يقر أنه يمني ويعمل ليل نهار مع أعداء اليمن لتفتيتها وتشظيها فلن يتم التفاوض معه إطلاقا، وعلى هؤلاء أن يوقنوا أن لا أحد سيفاوضهم مهما كلف ذلك من ثمن. هذا الورم سيتم بتره قريبا، وهذا وعد يمني للبدون الانتقالي الذي جعل من نفسه مطية لأبوظبي وخاسر اليمن وهو لا يدرك عاقبة الأمور. أما محمد مجيد الأحوازي وهو كاتب أحوازي كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن ضرورة استمرار دعم المملكة والتحالف العربي للحكومة الشرعية. هل تسمح إيران لأي حزب أو تيار سني كان أم شيعي أو حتى كردي يضعف حكومة بغداد الحليفة لطهران؟ طبعا لا وألف لا. إذن يجب التحرك بصورة عاجلة من أجل عودة الحكومة الشرعية إلى عدم تركيز جهود التحالف العربي على إيران في اليمن والمنطقة. الكاتب الصحفي فتحي بالأزرق كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن أن الانتقالية إلى زوال وعلى الحكومة اتخاذ مواقف حازمة وسريعة. على الحكومة أن تتماسك وتواصل موقفها الحازم مما حدث بعدن الانتقالي في ورطة ومأزق سياسي ضخم، حساباته كانت خاطئة ولم يكن يتوقع موقفا سعوديا وحكوميا حازما. المهم والأهم ألا تقوم الحكومة بأي فعل خاطئ يربك كل شيء وينهي كل ما أنجز. تماسكوا فالسقوط على الأبواب وقريبا وبيد الشعب. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.